نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. وشيع السوريون ضحاياهم الذين سقطوا بالتفجير الأخير في دمشق، وأدانوا التدخل الخارجي في سوريا ودعم دول إقليمية ومجاورة للمسلحين. في هذه الأثناء يواصل الجيش السوري ملاحقة المجموعات المسلحة في عدد من المناطق ويقضي على أعداد أخرى منهم. هنا في دمشق وفي محافظات سورية أخرى شيع الأهالي عشرات الشهداء الذين سقطوا في التفجير الدام الذي هز العاصمة الخميس. المشيعون دانوا المجموعات المسلحة وما تقوم به من قتل وتدمير ممنهج، وطالبوا دولا عربية وإقليمية ودولية بوقف دعم المسلحين وترك السوريين يقررون مصيرهم بأيديهم دون أن تسفك دماءهم. ميدانيا يواصل الجيش السوري تقدمه على أكثر من محور، حيث دمر عددا من مخابئ المسلحين في ريف إدلب وكبدهم خسائر فادحة، ونفذ عمليات عسكرية في محيط وادي الضيف وبلدات أخرى، وقضى على عدد من المسلحين وجرح آخرين ودمر آليات لهم. وفي ريف حمص استهدف الجيش مجموعات مسلحة في الرستن والزعفران وعقرب وتل ذهب والحولة، وقضى على أعداد منهم ودمر أسلحتهم وآلياتهم، إضافة إلى صواريخ وقواعد إطلاق ومدافع هاون وسيارة مجهزة بالرشاشات. وفي الرقة استهدف الجيش السوري تجمعات للمسلحين وقتل عددا منهم، بينهم أحد قيادي ما يسمى بلواء أمناء الرقة، وأفشل مخططا لمهاجمة مطار أبو ظهور العسكري بإدلب التي استهدف فيها أيضا تجمعا للمسلحين بريفها في بلدة زرزور، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات منهم. تقوم وحدات خاصة من الجيش السوري بمحافظة اللاذقية غربي البلاد تقوم بتدريب متطوعين من الشبان وتنظيمهم ضمن لجان شعبية تحت مسمى جيش الدفاع الوطني، وتقتصر مهام هذه اللجان على حماية المدنيين من هجمات المجموعات المسلحة والمساهمة في الأعمال الإنسانية. سوريون، هذا هو عنوانهم ولا عنوان آخر. هؤلاء الشباب المتطوعون في جيش شعبي اسمه الدفاع الوطني. هنا لا لون طائفي أو انتماء سياسي يحدد سمة هذه القوة الجديدة رديفة للجيش السوري. تنظموا من عناصر مدنية سبق وأدت الخدمة الإلزامية ومن اللجان الشعبية المؤسسة خلال الأيام الأولى لهذه الحرب. تطوعوا بعد أن اتضحت ملامح المرحلة السائرة نحو العسكرة في ظل مشهد يومي من الاشتباكات والعمليات العسكرية، وبعد أن أعلنت الحكومة السورية بشكل رسمي تأسيس هذه الوحدات الشعبية، فجاءت كقرار استراتيجي يقضي بضرورة الحسم العسكري بموازاة الحل السياسي. طبعا تشكل جيش الدفاع الوطني بناء على مطلب شعبي ليكون رديفا للجيش العربي السوري للدفاع عن سوريا بكافة المناطق، واعتماد هذا الجيش على أبناء المناطق ليكونوا حماة لأراضيهم لأهلهم لذويهم. يتشكل هذا الجيش من كافة شباب السوري بكافة الاختصاصات وبكافة الشهادات العلمية. يضم جيش الدفاع الوطني في اللاذقية قرابة 7000 مقاتل سوري متطوع، يخضعون الدورات التدريبية حول أساليب القتال في المناطق الجبلية وقتال الشوارع، ويتدربون على استخدام مختلف أنواع الأسلحة، وبعضهم يختص بمهام الرصد والتسلل وجمع المعلومات من خلف خطوط الجماعات المسلحة. ولأنهم رديف للقيادة العسكرية يتلقون منها تعليماتها ويتمركزون في أماكن تؤمنها لهم كمعسكرات تدريب كل حسب منطقته. نحن عناصر تابعين لكتيبة الهندسة بالعموم بقوات الدفاع الوطني، نقوم بعمليات تسلل إلى قطاعات المسلحين المجموعات الإرهابية، ونقوم بزرع عبوات وألغام بالإضافة إلى التفكيك، والأهم من ذلك هو الوصول إليهم والقبض عليهم بأحياء، رجعون أحياء معنا. أيضا نقوم بزراعة الألغام على الخطوط الأمامية المحازية لهم من أجل منع تسللهم إلى مواقعنا المتقدمة. قد يعتقد البعض أن وجود هذه القوات كجيش وطني
مؤشر على أن الجيش السوري استنزف في ميدان القتال، ولكن واقع الحال ومن معسكرات تدريبهم ومن خلال ما أنجزه من تخرج منهم يتبين أنه رديف للجيش النظامي الذي يتقدم في عملياته مطمئنا بعد أن يتمركز الدفاع الوطني في مناطق حررها حماية لها. الحرب على سوريا دفعت بأولئك إلى الانضمام إلى جيش دفاع وطني مع أمل كبير بانتهاء الحرب قريبا. ليندا المرقبي، العالم، اللاذقية. قتل وتفجير، ذبح وتنكيل، اختطاف وسرقة، إرهاب. بهذه الصفات والأفعال قدمت جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي نفسها هذا فيديو انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وفيه تتبنى جبهة الإرهاب والتكفير تفجير مشفى الحياة بحلب لمعاقبة أهلها على مواقفهم الوطنية. كنا ولله الحمد اليد الباطشة التي حولت هذا المبنى إلى مقبرة لهؤلاء المرتدين. أزف إليكم خبر أقدامي على عملية استشهادية. ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا العاشرة، فخلال مجريات الأحداث في سوريا خلال العامين الماضيين لم يفت جبهة الإرهاب والتكفير هذه تفجير إلا وكان لها بصمة فيه. وعلى يقين إن شاء الله أنه يكون العدد كبير وقد كان للبطل ما تمنى، فتم تجهيز سيارته بعدة أطنان من المتفجرات. يا له من بطل من هذا الزمان، زمان الإرهاب وقلب الحقائق، والمتابع يرى أن هذا الأسلوب هو المتبع في العديد من التفجيرات، والتي كان آخرها تفجير شارع الثورة الذي ذهب ضحيته 53 شهيدا ومئات المصابين. هذا هو الشرع الذي يريدون تطبيقه، شرعهم الملطخ بالدماء، شرع التكفير والقتل. الإرهابي عبد الهادي محمد الخليف يكشف جانبا من إجرام المجموعات المسلحة بحق المواطنين ومؤسساتهم الخدمية، وذلك من خلال مشاركته في تدمير مشفى القصير بريف حمص بعد تفجيره بحفر نفق تحته، ما أودى بحياة عدد من الممرضين والموظفين فيه. عبد الهادي محمد الخليف، اسم أمي عليا، مواليد 89، من قرية الحميدية من ريف القصير. احكي لنا مين هي مجموعتك المسلحة، كيف انضميت إلى ومين قائدها؟ انضميت لمجموعة مهند غنو أبو بكر. أول ما انضمينا لأبو بكر إجا من بابا عمر مع 25 واحد هن وعدتهم وأسلحتهم. يعني شو كان معنا أسلحة؟ كان مع الرشاشات وقوازف وأسلحتهم كاملة معداتهم. أبو بكر خطط لنا إنه بدنا نحفر نفق تحت مشفى القصير، وبشرنا نحفر نفق من دار بيت حربة شي مسافة 300 متر، وبشرنا بالحفر معانا عداد كومبريسات وكريكات وقزامة. حمص القصير مشروع كتائب الفاروق في الحفر تحت المشفى الوطني، حفر النفق تحت المشفى الوطني والتجهيز لتفجير ضخم تحت المشفى المحتل، نفق بخصوص قائد كتائب الفاروق القصير يشرف على العمل بنفسه. نعم يا حمام، هذه هي الألغام الذي سوف نفجر بها المشفى الوطني. تسلم إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. وبعد ما صرنا تحت المشفى عملنا له أفرق، 3 أفرق للمشفى القصير. عندما انتهينا من الحفر اجت مجموعة تلغيم هندسي، اجت لغمت العبوات الناسفة وطلعت. وين؟ تحت المشفى؟ تحت المشفى وطلعت. وبدي يصير تفجير عن بعد. عند ما فجر مشفى القصير عن بعد صار في انشباكات من برا، مجموعتين صار انشباكات على المشفى. الله اكبر 3/9/2012.
تفجير المشروع الوطني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. راح في قتل راحك من المدنيين من الممرضين، راح منهم قتله. الحمد لله رب العالمين بجهود المجاهدين، والشكر لكل الشباب، ابو عمر موفق، ابو السوس، الحمد لله للكل للجميع، لن اذكر احد، الجميع الجميع. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نصر للقصير والدوار. طيب غير أعمال تانية قمتوا فيها شو هي؟ خطف، خطفنا 15 واحد من قرية العقربية، حبسناهم ببيت وعزبناهم، وخطفنا مرة ثانية من الغسانيين، خطفنا 5 على دار فراس العكارة، ذبحوا واحد، وخطفنا كمان مرة ثالثة 2 أخذناهم على القصير. كيف خطفتون مني؟ من قرية الحميدية على استراد الحميدية على الطريق العام، أخذناه اللي عند الشيخ خالد، سلبنا سيارتين على مفرق آبل، أخذنا سيارتين كبار على مفرق آبل. وقفنا أول أنا وفراس عكاري، في كمان معانا كمان، وقفنا السيارتين، أول سيارة نزلنا صاحبها، أخذنا منه مفاتيح وشلحناه وكعرنا. منين هو؟ ما بنعرف منين بالضبط هو. أخذنا منه السيارة وجبناها وجينا. أخذها في راس عكاري راح باعها. والسيارة الثانية كمان كذلك الأمر. الأسلحة اللي كانت تجينا دباح غنوم، كان هو ولاده 2 كانوا يجيبوها من لبنان لأبو بكر. والأموال كذلك الأمر تجي من لبنان، يجيبها دباح غنوم. وحدادا على ضحايا التفجير الإرهابي بدمشق، نظم أهلنا في الجولان المحتل مسيرة شموع في ساحة سلطان الأطرش في قرية مجد الشمس. أدان المشاركون فيها هذه الجريمة الإرهابية وأكدوا أنهم يعيشون جرح وطنهم سوريا التي سيكون النصر حليفها. لغة القتل والتدمير وقتل طلاب المدارس والأطفال لا يعرفها إلا واحد، محتل لأرض ومغتصب لحقوق شعب منذ عشرات السنين، وتاريخه الدموي يشهد له. في ساحة سلطان الأطرش بقرية مجد الشمس المحتلة، حضرت دمشق بدماء شهدائها الذين رووا تراب سوريا الغالي، والذين انحنى أمام تضحياتهم وصمودهم وبطولاتهم شيوخ وأبناء ونساء وأطفال الجولان المحتل. أولا نترحم على أرواح الشهداء جميعا، ونتمنى لجرح الشفاء العاجل، ونحن نستنكر هذا العمل الإجرامي البربري الذي قامت به أعداء الوطن والأمة. طبعا هذا يوم حزين بالنسبة لنا، وحزنا نحن بالجولان مضاعف لأنه نبعدين عن الجو، بس نحن عايشين مع أهلنا ومع شعبنا لحظة بلحظة. نحن هون بجولان رح نبقى معتزين بوطننا بشعبنا وبقائدنا وبجيشنا البطل، ورح يظل أطفالنا يرسموا أجمل صور عن سوريا، لأن سوريا رح تبقى هي الأجمل بالنسبة لنا. كما ندد الجولانيون بالعمل البربري الوحشي، مؤكدين أن الخيوط جميعها تجتمع في نقطة واحدة، فمن مول وخطط وقتل وعالج جرح الإرهاب في مشافيه واحد، وذاته من يصادر خيرات الجولان الطبيعية وينتهك حقوق الإنسان في فلسطين والجولان.
اليوم واقفين من أجل وضع شموع على أرواح الشهداء، هؤلاء الشهداء الذين سقطوا اليوم بيد آثمة، يدا عميلة وخائنة. مهما فجرتم وقتلتم من أبرياء فسوريا لن تركع، وشمس النصر على المؤامرة والمتآمرين ستشرق من قاسيون. عطا فرحات، التلفزيون العربي السوري، الجولان المحتل. بواسل قواتنا المسلحة يواصلون ملاحقة فلول الإرهابيين في المدينة القديمة في حلب. كاميرا الأخبار رافقت قواتنا الباسلة في حي الزهراوي والسويقة ووثقت بالصورة والصوت آثار الدمار الذي خلفته المجموعات الإرهابية المسلحة في المكان. مشاهدينا الكرام، جولة جديدة برفقة الجيش العربي السوري في معظم الشوارع والمناطق التي ينظفها هنا في المدينة القديمة في منطقة السبا بحرا. تابعونا برفقة جيشنا الباسل. طبعا مشاهدينا الكرام، هذا هو المستر الذي كان يتمركز من خلفه عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة طبعا لاستهداف كل من يحاول الدخول إلى سوق الزهراوي. طبعا هذه الطلاقيات أيضا والحفر في الجدران قامت بحفرها عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة، كذلك الأمر من أجل استهداف عناصر الجيش العربي السوري وأيضا المدنيين. وصلنا معكم إلى منتصف سوق الزهراوي كما تتابعون معنا. هذه المساتر يعني منذ 4 أيام على ما يبدو كانت موجودة لهؤلاء المرتزقة، واليوم طبعا بعد دحرهم من هذه المنطقة تلاحظون معنا أثار الدمار والخراب الذي لحق في المنطقة جراء تواجد المجموعات الإرهابية المسلحة. وهنا لدينا كما تشاهدون القنابل وأيضا العبوات الناسفة، أسطوانة غاز، قنابل كما تتابعون معنا وتلاحظون. هذه هي احدى عينات العبوات الناسفة التي كانت عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة تجهزها هنا من اجل تفخيخ المكان. وهذا الدمار الذي تلاحظونه هو جراء تفخيخ المنطقة والمحلات التجارية بكل اشكال العبوات الناسفة من اجل الحاق الدمار والخراب بحلب التاريخ. هذا الشارع هو امتداد ما بين سوق الزهراوي والجامع الأموي ليصل إلى سوق النسوان. مشاهدينا، هذه الأقبية طبعا هي مستودعات بالأساس قبل أن تدخل عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة إليها، ولكن استخدمت بعد الحرية التي يدعون للتعذيب والاعتقالات وحجز المواطنين المدنيين واتهامهم. سنتابع الآن أدوات التعذيب التي كانت بحوزة هؤلاء المرتزقة هنا في تلك المستودعات في المدينة القديمة. هنا كانت غرفة التعذيب وأيضا غرفة الإعدامات. هؤلاء المرتزقة كما تتابعون معنا، المشانق، أدوات التعذيب، يربطون المواطنين هنا ويعذبوهم في تلك الأقبية باسم الحرية التي يدعون. وصلنا معكم مشاهدينا لمدخل السويقة. هذا السوق إن شاء الله وخلال الغد سيصبح آمنا. مشاهدينا الكرام، هذه الأدخنة الآن وهذا دخان من الحرائق المفتعلة من قبل هؤلاء المرتزقة في الأسواق التي تقع خلف شارع السجن لمنع دخول الجيش العربي السوري وأيضا إعاقة تقدمه. هي أحياء المدينة القديمة شهدت على أدوات إجرامهم وبصمات إرهابهم، ونفس الأحياء تشهد مرة أخرى بأن من قام بتنظيفها من رجس هؤلاء هم أبناء حلب والجيش العربي السوري. شادي حلوة، التلفزيون العربي السوري، المدينة القديمة، حلب. وللمزيد حول آخر تطورات الوضع الميداني في حلب وريفها ينضم إلينا مراسل الأخبار شادي حلوة. شادي، مساء الخير. مساء الخير لك كينان ولسمر ولكل مشاهدي الفضائية السورية. نعم، لو تضعنا يعني في آخر التطورات الميدانية في حلب. نعم، قبل التطورات الميدانية لاحظنا كيف كان هؤلاء المرتزقة
يستخدمون الأقبية ومستودعات المواطنين من أجل حجز المواطنين فيها وتعذيبهم وإعدامهم باسم الحرية التي يدعون. هذه هي الصور التي تعبر عن إجرامهم وعن إرهابهم وعن بصمات اليوم المدينة القديمة. كل شارع في المدينة القديمة تحدث ويتحدث عن معاناته من قبل هؤلاء المرتزقة الذين فخخوا كل شارع وكل حي وكل محل في المدينة القديمة. على كل الجيش العربي السوري يواصل عملياته في مختلف مناطق الريف الحلبي والمدينة. أريد أن كون يعني انتهينا من التقرير حول المدينة القديمة، إنجازات الحقيقة على الأرض تحسب لأبناء مدينة حلب وللجيش العربي السوري. على الخط الأول في المدينة القديمة أمتار قليلة ويصل الجيش العربي السوري إلى مبنى الهجرة والجوازات القديم، هذا طبعا القريب في نهاية شارع السجن. من طرف اليمين انتهى تقريبا من تنظيف سوق الزهراوي ودخل إلى سوق السويقة في المدينة القديمة، وما بعد ذلك إلى سوق الجابات وسوق النسوان كذلك الأمر وصولا إلى مبنى الهجرة والجوازات. على الجهة اليسارية المباني خلف النفوس إلى تجمع المدرسة الموجود هناك، ومن ثم قامت عناصر المجموعات المسلحة اليوم كما تبعتم الدخان المتصاعد من الأسواق بحرق كل الأسواق بما فيها من بضائع من أجل عرقلة تقدم الجيش العربي السوري. وطبعا ما دافعين شي من جيبهم، منحرق ومنخرب باسم الحرية التي صرعوا راسنا فيها. على كل أنتقل الآن كنان إلى الريف الحلبي ومن ثم أعود إلى المدينة. الريف أيضا كذلك الأمر يشهد عمليات موسعة لليوم السادس على التوالي في مناطق شرق النيرب، سواء كان تل حاصل وتلج غيب وأيضا مناطق السفيرة عند المحالج ومعامل الجرارات ومعامل الكابلات. كل هذه المناطق الحقيقة تشهد عمليات مكثفة على مدار الساعة، والله قتلى بالعشرات، وهم يحشدون بأعداد كبيرة جدا باتجاه المطارات، ولكن هيهات أن تنالوا، وكل يوم يقتل منهم أعداد كبيرة. وإن شاء الله مطار حلب الدولي سيكون مقبرة هؤلاء المرتزقة. كفر أنطون كذلك الأمر، تل أجار ومنخ، وأختم الريف الحلبي بقرية ماير التي شهدت عملية في شمال القرية. كل هذه المناطق تم استهداف تجمعات لعناصر المجموعات الإرهابية المسلحة، تم سحقهم بين قتيل ومصاب. المدينة كذلك الأمر شهدت عمليات لا تقل شأنا عن الريف الحلبي، محور النقرين طريق الباب تم استهداف رتل لسيارات المرتزقة ونسورنا البواسل تدمر 6 سيارات بمن فيها من هؤلاء المرتزقة كانت تنقل الذخائر والأسلحة والمسلحين. نعم. الحلوانية عند الدوار وكرم الطراب عند الكازية، طريق الباب القديم عند فروج الشرق، هذا المفرق المنودي منه إلى النقارين، بني زيد غرب السكن الشبابي، والنقارين عند المواصلات أيضا، والمدينة القديمة كما تبعتم معنا. طبعا المدينة القديمة ليس فقط في هذا المحور الذي تحدثنا عنه، وإنما باتجاه شارع النصر أيضا وأيضا بالطرف المقابل في الهزازة، ما بعد تنظيف الهزازة إلى ساحة الحطب وأيضا باقي أحياء المدينة القديمة. فعلا عمليات ملموسة على الأرض في المدينة القديمة. إن شاء الله سنستمر على الجيش العربي السوري، إن استمر وسيستمر إن شاء الله الجيش بهذه الوتيرة على العمل، وبالتالي أيام أو أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله تعلن مناطق المدينة القديمة نظيفة من رجس هؤلاء المرتزقة. نعم. طبعا عانت من فسادهم، ولكن دائما وأبدا الجيش العربي السوري تحت أقدامه يسقط ويسحق المحال، وتحت أقدامهم أورقة الرجولة والرجال. عودة إليكم في الاستديو. نعم، تحية لرجال بواسلنا الأشاوس، وتحية لك شادي بطبيعة الحال، كنت حد معنا من حلب، شكرا لك. وفي ريف دمشق كبدت وحدات من جيشنا الباسل الإرهابيين خسائر فادحة، ففي المزارع بين دوما وحرستا تم تدمير وكر للإرهابيين بما فيه من أسلحة وذخيرة وإيقاع قتلى ومصابين بين أفراد مجموعات عرف منهم بلال غبيس ومحمد التلي ومحمد عرفة ومحمد الهبول متزعم أحدى المجموعات الإرهابية. كما دمرت وحدات من جيشنا الباسل تجمعات للإرهابيين وآلياتهم وأدوات إجرامهم في زملكة وعربين، وقضت على عدد منهم من بينهم أحمد حجيكو وقرهمان مشعل وعمر عبد الرحمن. وفي دارية تم القضاء على عدد من الإرهابيين القناصين في محيط سكة القطار من بينهم محمود المصطفى وبشير الجاجة، وتدمير عربة مزودة برشاش ثقيل ومصادرة أسلحة وذخيرة.
كما لاحقت وحدات من جيشنا الباسل الإرهابيين في بلدتي المنصورة والعتيبة تابعتين لمنطقة حران العواميد وأردت العديد منهم قتلى ومصابين. وفي البحدلية اشتبكت وحدة من جيشنا الباسل مع شراذم الإرهابيين في محيط ساحة كعيبر وقرب الفرن وأوقعت العديد منهم قتلى ومصابين ودمرت 3 سيارات إحداها مزودة برشاش ثقيل. إلى درعا حيث لاحقت قوات حفظ النظام والجيش المجموعات الإرهابية المسلحة في درعا البلد وقتلت وجرحت أعدادا كبيرة من الإرهابيين عرف منهم إيهاب المسالمة. كما قامت وحدة من قواتنا المسلحة باستهداف أماكن وتجمع للإرهابيين المرتزقة في بلدة تسيل نجم عنه مقتل وجرح عدد من الإرهابيين عرف من الجرحى عادل إسماعيل النوفل ورائد إبراهيم أبو حصيني. وفي اليادودة استهدفت الجهات المختصة أماكن تواجد للإرهابيين المرتزقة حيث قتلت وجرحت عدد منهم عرف من القتلى محمود قطيشات ومصطفى أحمد النابلسي ومن الجرحى محمد فايز النابلسي. وفي داعل قامت المجموعات الإرهابية بمهاجمة الحواجز العسكرية وقد تم التصدي لها من قبل عناصر الحواجز ما أدى إلى قتل عدد من الإرهابيين عرف منهم محمد محمود شنان. كما جرح عدد آخر عرف منهم إيهاب العاسمي أحمد فواز الحريري. كما قامت الجهات المختصة باستهداف أماكن تواجد للإرهابيين المرتزقة في بلدة الطيبة نجم عنه قتل وجرح عدد من الإرهابيين عرف منهم مهند الرفاعي ومحمود المحاميد من قرية كحيل علي يونس الزعبي من المسيفرة ومهند يوسف الزعبي من الطيبة وغياث السعيد من الجيزة وثائر المحاميد من أم المياذين وسعيد ناصر المصري. وفي الحراك قامت الجهات المختصة باستهداف تجمعات للإرهابيين المرتزقة وقتلت وجرحت عددا من الإرهابيين عرف من القتلى أحمد صايل بلوط. وفي ريف حمص تصدت وحدة من قواتنا المسلحة لمجموعة إرهابية حاولت التسلل من الأراضي اللبنانية عن طريق مزارع جوسية بريف القصير وأوقعتهم بين قتيل ومصاب. وفي ريف الرستن استهدفت وحدة من جنودنا البواسل تجمعات للإرهابيين في جبل الكن وأوقعتهم قتلى ومصابين. كما نفذت وحدات من قواتنا الباسلة عمليات في عقرب بريف الحولة وقريتي العامرية ودير فول بريف تلبيسة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير آلياتهم وأدوات إجرامهم. في إطار سلسلة تجمعات أسبوعية أطلقوا عليها اسم الصرخات الصامتة شارك مئات الأتراك في تجمعات بعدة مدن تركية احتجاجا على اعتقال عشرات الشخصيات العسكرية وجهت إليهم تهم التآمر على حكومة رجب طيب أردوغان مطالبين بتحقيق العدالة والإفراج عنهم. وفي إطار الرفض المتنامي في الشارع التركي لسياسات حكومة العدالة والتنمية العدائية ضد سوريا حزب العمل التركي يطلق صرخة تحت عنوان معا لتشكيل جبهة ضد سياسة حكومة أردوغان وأوغلو العدائية تجاه سوريا. إطلاق حزب العمل التركي نداء لتشكيل جبهة داخلية تقف في وجه سياسات دعم وتمويل المسلحين تأتي ردا على سياسة حكومة أردوغان اتجاه تعاملها مع أزمة جارتهم الجنوبية وفي إطار الرفض المتزايد لهذه السياسة في الشارع التركي. النداء الذي أطلقناه جاء بعد وصول الإرهاب إلى ذروته في سوريا وتتمة للمظاهرات التي خرج بها أهلنا في لواء إسكندرون مطالبين بتشكيل هذه الجبهة. لم يكن يتوجب على حكومتنا التدخل في الشأن الداخلي السوري، فالشعب السوري شعب واع يستطيع حل مشاكله بنفسه، ونحن هنا كأخوة للسوريين يجب علينا القيام بمساعدتهم عبر إغلاق مخيمات الإرهابيين الموجودة على أراضينا. الشارع التركي بارك خطوة حزب العمل معتبرا أن نداء السلام الذي أطلقه الحزب نابع من ضمير ووجدان الشعب التركي الذي رفض الانجرار وراء الدعاية الإعلامية الممنهجة المدعومة من حزب العدالة والتنمية للسيطرة على الرأي العام التركي وتغيير موقفه الرافض للسياسة الخارجية الخاطئة للحكومة. أنا مع الحملة التي أطلقها حزب العمال لأن السلام والأخوة مهمتنا لسوريا وتركيا، وأي صراع قد تشهده المنطقة لن يكون لصالح الشعبين بل سيكون لصالح الدول الغربية. نداء السلام هذا يعبر عن الشعب التركي لأننا نشترك مع إخواتنا السوريين بالدين والعادات والتقاليد.
أنا أريد أن أعيش بسلام في بلدي وهذا حقي، لماذا إذن يمنعون حق السلام عن إخواننا السوريين؟ بالتأكيد أنا أدعم نداء السلام الذي أطلقه حزب العمل، لكن حكومتنا لم تدع أي شيء لم تفعله من إيواء وصولا للتسليح. يجب عليها أن تقف وتلتفت إلى شأنها الداخلي وتترك السوريين ليحلوا أزمتهم بنفسهم. الأتراك وقفوا إلى جانب أشقائهم السوريين لإيمانهم المطلق أن كل ما يحدث في سوريا هو مخطط غربي يهدف لإضعاف سوريا، خدمة للكيان الصهيوني المستفيد الأول من سياسة حكومة العدالة والتنمية تجاه سوريا على حد تعبير الأتراك. نداء السلام جاء ليعبر عن رأي وطموح معظم الشارع التركي الذي رفض سياسات حكومة بلاده ضد سوريا الوطن والمواطن منذ اللحظة الأولى من عمر الأزمة السورية. أديب عبد الفتاح، التلفزيون العربي السوري، أنقرة. الائتلاف القومي العربي المستقل في مصر يؤكد دعم سوريا والوقوف خلفها حتى تنتهي معركتها مع الإرهاب، ويدعو كل الشرفاء في الأمة العربية إلى التوحد خلفها. ندد الائتلاف القومي المستقل بالهجمة النقراء التي قام بها عناصر الإرهاب الغاشم في قلب دمشق وراح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى، مشيرا إلى أن تنظيم جبهة النصرة ليس سوى زراع العار في تنظيم القاعدة الإرهابية. الائتلاف القومي العربي المستقل وكل الشرفاء في طول وعرض الوطن العربي يقفون خلف سوريا، يدعمون سوريا، ويؤكدون أن الرئيس بشار الأسد سيكون هو الزعيم القادم الذي يستطيع أن يحيي حلم الوحدة العربية لدى كل الشعوب العربية. النظام السياسي العربي كله مشارك في محاولة كسر سوريا، لكن أعتقد وكل أمل أن سوريا صامدة وسوريا سوف تنتصر. في ذكرى قيام دولة الوحدة العربية بين شقيها الشمالي والجنوبي، جاءت الهجمة الإرهابية لتؤكد عداءها لأمتنا الأبية في الوقت الذي ارتمت فيه بأحضان أعدائها. مش جديد أن هذا القوة التي تنتهك حرمة الشعب السوري وتنتهك الوطن السوري هي طول عمرها تاريخيا ضد الوحدة العربية وضد حرية المواطن العربي. الوحدة قائمة وقادمة، لأن هو ده المسار الطبيعي للأمة العربية. أعلنت مصر العروبة تضامنها مع سوريا الصمود. تبرأت مصر من صمت نظام الإخوان المخزي وتآمرهم. سيظل شعبنا العربي صفا واحدا أمام سياسات الجماعات التكفيرية التي تهدف ضرب وحدتنا العربية. لا يريدون لا سلما ولا سلاما ولا مفاوضات، بل هم قتلة أثبتوا بكل صفاقة أنهم مجرمون يقتلون الأبرياء في كل مكان. مهما حاولوا أن هم يقسمونا شيعا وفرقا ومذاهب وكل حاجة، الشعب العربي بالنهاية بيرجع بيحن لبعضه وبيحب بعضه، ودي طبيعة شعب. المجد والصمود لأمتنا الأبية والنصر للعربية السورية. عصام سلامة، الفضائية السورية، القاهرة.